إذا نطلع هون نرجع للريزولوشن حكينا عندي الريزولوشن بتساوي 5 مليمتر سبير ستيب، واحنا عندنا اذا بدي اسميه ستروك بعرفش اذا بنسميه ستروك او الرينج او الترافل، الترافل التوتال ترافل تبع هذا بيساوي 1 متر اللي هي 1000 مليمتر. اذا كم ستيب بدي حتى اتحرك من هذا بدي يصير اذا نمبر اوف ستيبس number of steps for full travel بتساوي 1000 على 5 ويساوي 200 step. لكن احنا قلنا دلتا ثيتا بتساوي 1.8 degrees per step. اذا n حتى الف المحرك يلف لفه كامله شو بيساوي؟ بيساوي 360 درجه على 1.8 ويساوي 200 step. إذا 200 ستيب بتساوي 200 ستيب، فلما الفينيون هذا أو المحرك يلف لفة كاملة بيرتفع المنصة متر كامل. هذا مش يعني مش شرط، مش يوزر ريكوايرمنت. نعم. دكتور أنت حكيت إنه السبرينج ده لتأثير الجرافيتي صح؟ نعم. أوكي بس لو بلش أرفع بالمنصة أنا بده يعني خلصنا تمشي أنا هذاك بدك تسأل عشان بس أوقف الفيديو من هون. أه تفضل.